قبل كانت حتى فما شويه هكا شويه هكا تربيه في خدمه البحر، ناس تخدم تحترم روحها من صيد تقليدي بالرسمي، نخدموا في صيد تقليدي صحيح، والتو هوني كاين الجهه هذه بالذات تاع القراطن الباقي محترمه للبحر خدمه الصيد التقليدي. اليوم نشكيو من عده ظواهر، مبدئيا الصيد العشوائي هذاك باس هكا ما فيه لا. اليوم صبحت درينا البلاستيك دمار شامل اكثر واكثر، هذه حتى كي تلوث البحر حتى كيف يلوحوا بالمليارات ملوحين فيها في البحر اللي يضيعوا على البحر هو بلاستيك. اليوم نحكيو على التلوث نتاع البترول، التلوث نتاع البترول البحر هيك عبارة ما هوش معناتها مش عاملين له حتى قيمة. نمشيو مع بعض ونشوفوا برا، نمشيو للزون هذه. اليوم المراكب الكل تتفرج عليهم معبين بالشباك. اليوم نتفرجوا على راهو الشباك راهو ما هوش توا ولا قد 20 سنه الغلال اللي صار موجود فهمتي هالسنين هذوما في البلاستيك وفي شيء مهول. احنا ما بقيناش نجمون من مد ودانا باش نشريو، ولينا نحكيو على قروض، نشكيو باش يعملوا لنا قروض ما ثمش، وما حتى ولو يعملوا لنا قروض راهم بابو مستحيلات ان نجمون نسمو خلصوا القروض نتاعنا، على خاطر اللي ما ينظموش قطاع الصيد البحري وما يقفلوش بالصحيح، فهمتني، راهم احناش مش نوصلوا حتى النتيجه. ثم شركة بترولية هو صغار البحارة نتاع بيتروفاكا، هو صغار البحارة نعاونوهم وكذا، أو كعاونوهم بوربور عاونوهم كذا. صحيح أنا سنمشي معاك في هذا وحكاية فارغة، أنا نقول لك علاش نقول لك أنا حكاية فارغة، على خاطر اللي كان مش جيت عم على البحارة الكل راهي تحب لهم الدولة ما تحب لهمش الشركة بترولية، يعني حتى ناخذ نسلب منها الزملين ولا كذا، عبارة ناس طلاب. أنا واحد من الناس مشيت فيها ثنية ترفض، على خاطر أنا مركب بابور من البابر هذه مشيت منها، على خاطر البحر دمر لي الشباك دمروا الكيس السنه ثلاثه مرات تضرب بالكيس، ونشكي لهم راهو نحكي للسلطات ثماش. اوك تصرح للبحر، تصرح للبحر هذا جرت مثلا جرت كيس كركار، مشاكل شنو هذه مشاكل؟ تو لو كان نوريك ضربان تاع الكيس في الغزوله غادي كي أو كم مطيشين الغزولة، وراهو على البال معتمد وعلى بالهم الكل. تقول لي سميها تقول لي شركة بترولية وكذا، وهو مش يعني مارينا شيء، ما شفنا شيء. تحكي راهو توصل، أودي شوفوا لنا مشاكلنا يهديكم ربي، راهو كذا توصل ثم شيء. ثم حد شيء. وصلت قامت ثورة من هونيكا أنهم خارجين لإيطاليا البابر اللي طار فيهم عينك الكل. راهو تسمع 105 بابر ولا 100 وقداش، راهو وقت اللي خرجنا راهو ما احناش نلعبوا، صدقني لا احنا نلعبوا، صار لنا النو ورجعنا ويلحلحوا العباد تلحلح وكذا باش نرجعوا. اما راهو هذيك على الاقل حبينا نوريهم هك على الاقل يحسوا بينا، ما ثماش احساس دي بالحرام لا يكسبوه الاحساس. أعتقد أنه اليوم المشكلة بتاع الصيد البحري هو الصيد العشوائي مش التلوث، مازال واحدة من المشاكل الصيد العشوائي، الصيد بالكيس، الصيد بغير الطرق القانونية، عدم احترام الراحة البيولوجية، عدم احترام الجوانب البيئية اللي هي تتعلق بتكاثر السمك وتكاثر الحيوانات البحرية وعدم صيدها في غير وقتها. هذا هو لو بلو غران ديفي اليوم اللي يواجه البحر في تونس. مازال الحمد لله ما عندناش نسبة من التلوث اللي هي تولي هي ربما المشكلة الأساسية. اليوم في قرقنة وقعوا بعض المشاكل، ووزارة البيئة تري رياكتيف تري رياكتيف،
دقيق ريكتيف شو معناتها؟ معناتها ايميدياتمون مشات عاينت وعاينت قبل ما يتحرك المجتمع المدني. تحركت ومشيت وعملت مخالفات وضمنت قضايا في المحاكم بسرعة قصوى. علاش؟ ومش مازلنا مش نطوروا تشريعاتنا باش هالخطايا يكونوا أكبر. علاش مش نخليوش العباد يعملوا الاربيتراج بعدك؟ يلزم المخالفات والردع يكون معناتها مثالي. وهذا ايش عملنا في خرقنا له؟ هذا ايش عملنا؟ وبالرغم من بعض الضغوطات ولكن كنا واضحين حتى مع معناتها الوكالة الوطنية لحماية المحيط، معناتها حتى عندنا حتى حد فوق القانون فريمون. الضغوطات هذه شنو طبيعتها ومن شكون؟ انت ديما ديما وقت اللي انت عندك شركات كبرى ديما عندهم امكانيات الضغط بعدة طرق، ولكن كنا واضحين. فما بحار حكيت معاه البارح كي جوست لا اسكو فو سوري فو اكسبتوري كي كي سو بوز سور اون شيز ا كوتي et que vous engagez une petite conversation. Il y a même... Il n'y a pas de souci, juste parce que je ne suis pas outillé, je suis au bout de la mer. Si j'ai dit, c'est vrai. Le bahar, c'est vrai. Je ne suis pas le bahar. Non, je ne suis pas le bahar. Je me suis dit, قلت سيد الوزير قلت احنا عدينا للقضاء التلوث ذكر ايه شوف سيد الوزير احنا بحارة نعرف كان نخدم اليوم وقت اللي يدمرنا البحر شنو عندك حق. انا بالنسبه لي انا كبحار مش استنى القضاء باش ينجم يعيشوا لي الصغار عندك شوف 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 يجي نفسرك حاجه شو سيكسبليك مالوغوزمون يا دي بروسيدور احنا هنا اون اجونس ناسيونال عندنا الوكاله الوطنيه لحمايه المحيط نعتبروا تلوث فهمت يلا غالب دعوه اعطاها لنا ربي وشكون تحملها تحملوها احنا لا تحملهاش انت لا تتحمل اللي يلوث شوف شوف اسمع ثم ان برانسيب يقولوا له لو بوليور بيور اللي يلوث هو اللي يخلص انا راه وقت اللي نحكي معاك مانيش سامحني سيد الوزير انا راني وقت اللي نحكي معاك راني مانيش عامل شك في المحكمه نتاعنا ولا كذا فوالا يبطاونا باجراءات تبطا انا صغاري ما تستناش اسمعني نقول لك اسمعني نقول لك اسمعني نقول لك جوستومون يبطاو وي سي فري يبطاو ولكن انا نقول لك شوف اليوم انت حد لوث احنا مشينا ايميدياتمون وتعرف هذا ومشينا حلناها في زوز بلايص ديفيرونت باش ما يكونش غدوه الشك في مخبر من المخابر وعملنا تحاليل واثبتنا مسؤوليته في الـ في الـ في الـ في التلوث اثبتناه مسؤوليته احنا دورنا كبيئه اسمعني اقول لك احنا دورنا انه نضمن لك حقوقك مش انت خاطر بقى يقول لك لا خاطيني انا مش انا برمشي معاه انت اعطيني ما نعطيكش خاطيني سيد الوزير راهو هذا الكل انا ما قنعنيش انا عندي صغاري حاليا يستناو في الخبزه انا ما نفهمش انا قداش شكون قداش عندك ضرر الثاني عام انت قداش عندك ضرر قداش عندك ضرر شكون قداش عندك ضرر الضرر قداش عندك كل قداش عندك ضرر شكون انت ضرر قداش عندك حركتوا هالبحر وقت اللي نقعدوا مع بعضنا الناس الكل احنا شكون حد ما سمعتوناشكم راهو شوف انا راني مانيش قاعد نعارك فيكم راهو يا خويا بصدق رحنا ضعنا رحنا رزقنا تهزت وضرينا بالباهي بالباهي وراهو يكفي انا تحب نقول لك حاجه انا راه وقت اللي تضيع لي حقي كدوله ضيع لي حقي راهو غدوه كان عشان انا ما ضيعلوش حق باش تجي تصب لي شركه نتاع بترول راني نقول لك مرفوضه تماما هي ما ضيعها حق ما ياش تحب نوريك بشركه بترول هاي البلاتفورم غاد عملت لي السميه الوحيد معناتها محتله البحر الكل لا شوف شوف حق اسمع ايش اقول لك اسمعني 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 اقول لك حقك ما ضاعش حقك احنا كبيئه وك معناتها كوكاله حقك ضمناه لك هنا هكا ولا حق من هولك تبقى بعديك بعديك ثم دوتر مويا ثم القضاء باش ياخذ وقت ثم افكتيفمون صار 2010 ضغطوا عليهم وقبل الشركه يفلي بتتفير لا ميم شوز بربي سامحني بربي سامحني انا سامحني ليه بالعكس مرحبا بيك كونتري انا ليش بربي سامحني غيروا المفكرين مش عارفين مش حتى في شركه مش عارفين
مسؤوليتها الاجتماعية والبيئية. الشركات البترولية اللي ناشطة في قربنا على حد علمي أربعة، تساهم ميزانية قدرها 5 مليون دينار. مانيش نراو فيها على أرض الواقع شنو قاعد يصير بها، فيها وما عندناش فيزيبيليتي على كيفاش قاعدة تصرف. الحقيقة هي مش 5 مليون دينار هاو نعطيهم لك وبرا شوف شو مش تعمل بيهم. احنا قلنا مش تتقدم مشاريع سواء لتشغيل الناس سواء للتنمية متاع قرقنا، ويقع تمويله من هالفون هذا. وفعلا هو نستناو في المشاريع والناس الكل لازم تقدم مشاريع والفلوس موجودة، والشركة شركات البترول اللي تاب والشركات العاملة هنا ملتزمة على أساس هو تمويل المشاريع. الحقيقة معناها اللي تاب كانت حاضرة و معناها قاعدة تقدم فيه تعلات باش ما تصرفش الفلوس من قبيل انتم ما عطيتوناش مشاريع معناها شنو باش تعملوا بها اكسترا. اور الاتفاق كان واضح تصرف الفلوس هذه للمجلس الجهوي للولاية بعنوان التنمية في جزيرة قرقنا، في غياب الوقت هذاك روبريك قانونية تنجم تصرف بها الفلوس مباشرة للإنستانس في قرقنا. قلنا ننتظروا انتخاب مجالس محلية ربما تولي هي تنجم قانونيا معناها تتصرف في الفلوس هذه. أنا على الأقل توا فما أكثر من 10 مليارات من المفروض تكون تصرفت للجزيرة، كانت تنجم تحل لنا برشا معناها إشكاليات تعرضنا لها معناها في قرقنا على الأقل في الصيفة هذه ولا الصيفة الفارطة. ما دون ذلك يمكن فما ما هو إجرائي واللي لمسناه توا مدة سنة معناها على الأقل زوج سنوات في علاقة بالإدارة التونسية معناها مركزيا فما ياسر معناها تعطيل. معناها هذا وقت تبدا فما الاراده ديجا نتاع الانجاز او اداريا نتعطلوا برشا، فما بالك وقت اللي تبدا غايبه معناها كاريمون الاراده نتاع الانجاز. كمان تاع بيتروفاك كانوا يتعداو قبل من البورت تاع سيدي يوسف معناتها بوندون دي زاني معناتها هذا الكوندونسا سي ان برودوي اللي يخرج مع الاكستراكسيون تاع الغاز سي ان ليكيد انفلامابل معناتها اكسبلوزيف ومخطر ديجا يزو اسكورتي ريزون دو بلوس معناتها ايزون بروبوزي ا تيت بروفيزوار معناتها بروفيزوار قبل جوست تيست جاو لهنا جابوا جا الامن الجيش كل شيء سكروا الدنيا كل وعملوا تيست تاع الكمين نتاعهم. بعد من الحكايه هذيك وليت كل نهار عملنا مراسلات للوزارات الكل السياحه شو اسمها ولايه صفاقس البيئه على الدراجاج خاطر هما يحبوا يحفروا زاده كيف كيف باش البابور يولي ينقص في الوقت على المشي والجاي. هل انه ممكن انه نعملوا سياحه ايكولوجيه اليوم وقت اللي الشط اللي باش نعملوا فيه السياحه الايكولوجيه يشرف على ابار تنقيب على البترول؟ شوف السياحه الايكولوجيه ما هيش كان الشط اللي يشرف على ابار البترول. هالمشروع اذا ما نجحش يلزم دراسه علاش ما نجحش، ما نعاودوش المشاريع بنفس الطريقه وبنفسه وما معناتها يلزم دراسته، واذا هذا ما نجحش وكذا يلزم يكونوا ثم مشاريع اخرى. انا شخصيا نامن بالسياحه الايكولوجيه في جزيره قرقنا وثم الامكانيات موجوده. نتكلموا بصراحه واحنا كنا نتكلموا يا با دو توريزم كركنا بارلي دو توريزم كركنا سي بارلي دو معمش أنا ده كيك شوز دي فيرتويل فور المومو على الأقل افتراضي لا مقارنة قرقنا كيف كانت في السبعينات مثلا وبداية الثمانينات كنا نجيو لهنا كان ما نلقاوش بقعة توريزم كانت قبلة سياحية وكذا فهمتي خاصة بعد الفنادق اللي سكرت نجي نوريك الفنادق تعرفهم أنت الفنادق اللي سكرت على السبعينات والثمانينات دونك نهار اللي يولي عندنا سياحة تو نلقاو حل الكوندونسار كمين الكوندونسار اللي انا من الاول ضدها نورمالمون راهي بايب لاين تهز الكل نعتقد انه راه معناها كان نعملوا تحقيق وراه معناها ممكن مشاكل علاش اختاروا النقل عبر الكمين نتاع الكوندونسار الور كون اوري بي جوستومون فير لا سيباراسيون ما بين الكوندونسار والويل في التيرمينال في وين يوصل البايب لاين نتاع بيتروفاك. الاختيار من الاول كان غلط ما نعرفش علاش اختاروا هكا وحبوا يعملوه. يتعداو ما ثلاثة الصباح الستة نص النهار فرانشمون سي هيبر دونجورو احنا التوريست الفرنساوي اللي فات قالت لي مسيو فو فولي نو توي قالت لي قلت لها مدام قلت لها في السوسي قلت لها سي بيان بروتيجي نو فزانكيتي با نطمن في العباد شنو عندي نعمل. هو حل باش جوستومون بابر ما تعداش خاطر كانت تعدى تشق
الرملة وبعد تشق ولاد القاسم وبعد تشق ولاد يانق وبعد تشق تمشي للرملة المليتة. اليوم بيتروفاك هنا بعيدة على مواطن العمران ويمشي لي كاميون يمشي اون 10 مينوت يوصلوا سون اتر اوبليجي دو ترافيرسي دي زاغلوميراسيون ولا حياة ولا كذا كذا. حضرت في ريونيون في الجراند اوتيل فما وزير الطاقة ووزير هذا شسمو سي ترابلسي والولي فما لامباسادور تاع ايطاليا واحد قالوا اون دو سوفي التوريزم سور ليل. فهمني قلت لهم كومون فو فولي سوفي التوريزم سور ليل alors que vous faites passer des camions remplis d'explosifs pendant toute une année à travers la zone touristique. شوف الاكتيفيتي بتروليير خاصنا اون اوف شور ولا كذا شنو بتقول انت il faut arrêter l'activité pétrolière. لا لا je pose la question. Moi je pense voilà, moi je pense que ça peut معناتها انت سؤال qu'est-ce que ça peut coexister. Oui, je pense que ça peut coexister. انا je pense que ça peut coexister. في عدة بلدان راهو في الخليج المكسيك ثم بلايص معناتها عندك عندك سياحه وعندك دي بلاتفورم بتروليير اون اوف شور. دونك معناتها ماهوش متعارض. بعد سيروري قلت له بلي سامحني لحظه حاجتي بيه قال لي تحب عندي انت؟ نورمال. قال لي هذاك تخدى في العبيد. قلت له حتى انا خدى في العبيد راه. قلت له انا عندي 26 عائله خدى فيها لهنا.